الشركة هذه مختصة في تربية النحل، والدخل العائلي من نحل ومن العسل، ورانا في 7 سنين أبري ويطو نخدمه غير العسل والنحل. عدنا محل في سعيدة وعدنا إنتاج والرحل والنحل وندوها عبر قطر الوطني. أما ناش نخدمه كيما خدمة قديمة تحط النحل وتعاود، لا، عندنا ترونزيمونس نخدمه من نبتة لنبتة. على راه في العسل في أنواع، في النوع أبيض هذا تاع الشار، في هذا تاع مشتقات البرتقال، في هذا متعدد الأزهار، في أنواع بزاف نخدمه، لاجولي رويال نخدمه كل مشتقات النحل. كيفاش بدينا؟ بدينا مكتوب الله. الحاجة الأولى هذه مكتوب الله، الإنسان ما كانش مخير هذه المهنة، بصح حبينا النحل، حبينا العسل، حبينا نوصله منتوج بير للمواطن. ما تقريبا ما كانش صعوبات، الحمد لله. شاية الرحلو النحل، حنا مأكدين على الترحال، الرحلو النحل، باسكو في منطقة واحدة ما نتبعوا الماء، نتبعوا النو، وين ما كانت المطر رانا حاطين تما النحل. كيما هذا تاع بشار، هذا تاع منطقة تاع جنانة تاع تشينا، برتقال، حمضيات، هذا تاع ربيع متعدد الأزهار، كاين بولان، غران بولان، هذا تاع النحل، كاين طلع الناخيل، كاين أنواع بزاف تاع عسل. هادو غير اللي عندنا دروك، مي كاين أكثر، كاين تاع إكلي الجبل، كاين تاع السدر، كاين كيما هاكا. تقريبا نخدمو كيما قلت لك مع المطر. كي تطيح الامطار في الصحراء نبدو بالبشار هي الاولى، نرفدوه مثل نطلعوه البشار. جونفي ديسمبر، جونفي فيفري مارس نهودو في الربيع، باسكو صاي يكون الربيع عندنا نهودو، رانا نخدمو تما مارس افريل ماي جوان جوي اوت، سي بون صاي نقطعو في التل. ورانا من بعد صاير انا دروك كيما الوقايس هذا بدا تهلا في النحل و باش ما يموتلكش، باسكو هو يموت. هذه هي، حنا نخدموا واحد الوي موا حتى 9 موا في العام، عندنا 3 موا نريحوا، ماشي راحه كومبليتمون مي مليحه. ديك 3 موا تبدا توجد في صندوقك، تمنتر الصندوق، تخدم السلك، تخدم الشماعات، توجد للجاي، باسكو هذه هي النحله اللي تمشي معاها. النحل ما تقارع لكش، النحل راه يمشي، النحل يخدم، النحل ما يبغيش واحد فيني وما يبغيش بي واحد خدام، باسكو فيني وما يكملش معاه، يروح ويخليه، كي يدير يروح ويخليه. النحل راه يخدم، يليق لك تخدم معاه، باسكو الا ما خدمتش معاه يولي يخرج يدير التطريد يضيع النحل. ما يخدم لكش العسل فور، النبته ماهاش تخدم يليق ترفدها، باسكو الا خليتها في ديك النبته يضيع وصح يموت. هذه احنا الله يحفظ لنا غير البلاد ويخليها امنه بزاف علينا، ما خاصنا دراهم، ما خاصنا والو، احنا عايشين به هذا العسل، احنا شحال من عائله عايشين به، ناكلوا ولادنا بدراهم العسل والحمد لله. هذه لي بري نورمالمون ملاح تقريبا كيما رانا نبيعوا في التل 4000 دينار الكيلو، كيما رانا نبيعوا في المحل في سعيده. الخدمه هذه تاع العسل واعره، هذه تاع النحل، اللي ما يصبرش ما يكملش. هذه حاجه الاولى، باسكو فيها التراجي بزاف، فيها تعب، فيها شنو نقول لك، ساكريفي باش تخدم هذه الخدمه مع السعر.